الراديو صديقي، الراديو صديقي، سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي في سهرة الراديو صديقي، دائما في النصف الثاني من شهر أغسطس بنحتفل بعيد وفاء النيل، نيل مصر العظيم. كان المصري القديم يقدس النيل ويحافظ عليه، فأين نحن الآن؟ سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، 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 يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، وآصل تلك أم صابا شربنا من خمرة الأصيل. ضيف سهرتي اليوم مهموم بالنيل، مهموم بكل نقطة مية، مهموم بمستقبل مصر المائي، هو معالي الوزير دكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. نقسم يا نيل يا وهبنا الحياة، يا كاسي بلادنا بدوب الخضار، يا سر وجودنا يا رحم الإله، يا سائي ودينا بكاس العمار، نحافظ على كل قطر مياه بتجري في نهرك وتسقي الثمار، ولو كل مصري ضمير ندى لصلى عشانك يا محيي الديار، ونقسم بإنك كريم الأيادي وعمر الأيادي ما تجرح صفار، قسم من أبويا وأمي وولادي وعاشوا لخيرك وهاموا بهواك، وكل القلوب المحبة تنادي رب المحبة بإنك ملال، وكل القلوب المحبة تنادي لرب المحبة بإنك ملال، ولما نغني بلادي بلادي بتبقى أنت روحها وروحي فداك، ولما نغني بلادي بلادي بتبقى أنت روحها وروحي فداك وروحي فداك. مرحب بك يا فندم، وانا سعيده باللقاء ده. لا احنا الاسعد يعني، وسعداء ان احنا نتواصل مع اصدقاء البرنامج العام والبرنامج العام. اشكرك يا فندم. يمكن احنا برنامجنا اسمه الراديو صديقي، انا عارفه ان بالرغم مشغوليات حضرتك الا انك مستمع جيد للراديو وبرامج الراديو، ولكن اسمح لي في البدايه انا عايزه اطمن الساده المستمعين على مستقبل مصر المائي، وايضا يعني انا قاعده بسجل مع حضرتك في مكتب منظر النيل جميل جدا، لكن الصف الثاني الواجهة الثانية هو ساحل رود الفرج، النيل زعلان جدا يا فندم من التلوث، هنعمل ايه؟ اكيد طبعا يعني بالتأكيد النيل لازم يبقى زعلان، واحنا كمان زعلانين من التلوث، بس في الناحية الثانية احنا الدولة كلها شغالة من مكافحة التلوث، واحنا قلنا من حوالي سنة ان التلوث اولوية بالنسبة لنا، مكافحة التلوث اولوية بالنسبة لنا. وزارة الموارد المائية والري عملت الرؤية أو الاستراتيجية بتاعت 2050 اللي فيها أربع محاور أساسية، محور أساسي من الأربع محاور دوت هو مكافحة التلوث. مكافحة التلوث بتعني معالجة مية الصرف الصحي، إزالة المخلفات وتدوير القمامة بدل ما تلقى في النيل، إيجاد أماكن بديلة للمخلفات المباني اللي بتلقى في النيل، الحيوانات النفقة، زيادة الوعي. برنامج كبير وزارة الإسكان بيشاركنا فيه وزارات كتيرة، 9 وزارات
منهم يعني شريك أساسي وزارة الإسكان، لأن بتقوم بمعالجة مية الصرف الصحي، وفي مشروعات طموحة الدولة بتنفذها دلوقتي من خلال وزارة الإسكان، بتتمثل في عمل حوالي 170,000 منزل توصيل خدمة الصرف الصحي في الشرقية وفي الغربية وفي كفر الشيخ أو في البحيرة، فيه محطة أبو رواش في سبيل زيادة الكفاءة بتاعتها، بحيث إن إحنا معالجة المية تبقى معالجة متقدمة، وبالتالي ما يبقاش ليها تأثير على نوعية المية، فبنخفف أحمال التلوث. في مصرف كوتشينر، الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الإسكان ووزارة الري، انتهت الدراسة بتاعته بحيث إن إحنا نعالج المية بتاعة كوتشينر. جزء كبير من المعالجة إنشاء محطات اسمها معالجة. كوتشينر؟ مصرف كوتشينر ده من المصارف اللي كانت الناس بتشتكي فيها في فين الدلتا في كفر الشيخ، دوت من المصارف اللي هي كانت ملوثة والناس اشتكت منها كتير. في بعد كده مصارف تانية زي مصرف عمر بيك، مصرف بحر البقر. مصرف بحر البقر بإذن الله برضو في اتجاه ان احنا نعالج مية الصرف الصحي ومية الصرف الصناعي اللي بتلقى فيه، وبالتالي نحسن النوعية بتاعة المية اللي في مصرف بحر البقر، وده من المصارف الكبيرة جدا. الحاجات دي لما بعالج التلوث ده يعني ان انا بزود المية المتاحة في نظام الري بتاعي، لان احنا نظام الري بتاعنا قايم على اعادة الاستخدام. احنا ايوه صح. ايرادنا المائي اجماليه في المتوسط حوالي 60 مليار متر مكعب، 55.5 من مية النيل و1.3 من عشرة مية مطر، وبعد كده الجزء الثالث اللي هو المية الجوفية، بيجمع دوت 60 مليار. انما انا استهلاك النهاردة 80 مليار، 80 مليار، يبقى انا في فرق 20 مليار. ال 20 مليار دولت نتيجة اعادة الاستخدام، اعادة استخدام المية. فالمية لو فيها نسبة تلوث عالية ما بقدرش اعيد استخدامها، وبالتالي بتعمل لي عجز وازمة، صح. بتخلي بقى اهلنا اللي بيزرعوا بيبقوا زعلانين، وغير بقى التأثيرات التانية بتاعة التلوث دوت. فعشان كده ده أولوية، مكافحة التلوث. لو تسمحي لي أنا ممكن أعدي بسرعة على الله، احنا سميناها استراتيجية 4T، أربعة عشان تبقى سهلة. فيها أربع محاور. أول حاجة الترشيد، الترشيد إن أنا أوفر في المية، أدي أول ته. أول ته أرشد بقى، سواء مية الشرب، مية بترمي في الشوارع، مية الزراعة، ده الشوارع دي مشكلة يا أعمل فندم. ري حديث، أقلل الهالك في شبكات مية الشرب، يبقى دي ته أدي الأولاني أول ته. الترشيد، أشوف محاصيل بتستهلك مية أقل، دي أول ته. الته التانية التنمية، تنمية الموارد المائية. تنمية الموارد المائية، أنا الموارد مع زيادة السكان المية اللي عندي مش هتكفيني، فبالتالي لازم أنا أفكر في موارد جديدة أو مصادر جديدة إن أنا أزود دخلي مع زيادة السكان طبعا. بالظبط. الواحد لما الدخل بتاعه بيقل بيحاول يدور على شغل بعد الظهر. صح. أيوه. فإحنا بإذن الله كده ديت في الاستراتيجية. أربعة ته ديت، إحنا شفنا إن إحنا عملنا مجموعة سدود حوالي 140 سد، وفي مجموعة تانية شغالين فيها أو هنبتدي نشتغل فيها، يوضع حجر أساسها بحيث إن هي أي نقطة مطر تنزل على ساحل البحر الأحمر أو سيناء أو الساحل الشمالي تبقى بالنسبة لنا مورد، ما تبقاش مصدر خطر. يبقى يعني نحاولها التاني اللي هي الايه التنمية. التنمية كمان في ايه، مية تحلية مية البحر. يعني انا عشان اعمل تنمية في ساحل البحر الاحمر وساحل البحر المتوسط، صح، يبقى ايه مع التحلية، تحلية مية البحر برضو. ته اللي هي بتاعت التنمية، ان انا ازود التعاون بتاعي مع دول حوض النيل، لان الحصة المية اللي عندي مش كافية، فلازم ازودها. علشان ازود الحصة بتاعتي لازم يبقى فيه تعاون كبير قوي مع جيراننا وشركائنا في حوض النيل، فديت التنميه بتاعت الموارد المائيه. برضو بتشمل ان انا هركز على استخدام المياه الجوفيه، يعني 1.5 مليون فدان المشروع ده قايم جزء كبير منه على استخدام المياه التيه الجوفيه. التانيه دي يا فندم فيها حاجات كتير قوي. بالظبط. التيه التالته اللي هي التنقيه، اللي هي ايه، عشان التلوث بتاع المياه، او نقولها تلوث او تنقيه، يبقى لازم ابقى شغال عليها برضو. واحنا شرحناها في الاول، محطات المعالجه، بحيث ان انا احافظ على نوعيه المياه واقلل احمال التلوث في المجاري المائيه. التيه الرابعه بقى اللي هي ايه، اللقاء بتاعنا دوت، التوعيه. التوعيه والتشريعات والتدريب بتاع العاملين في الوزاره وابنائنا اللي هم الصغيرين والكبار، يبقى عندهم مستقبل مصر يا فندم. وهم بقى يعني انا ببقى مبسوط قوي لما بلاقي مجموعة أطفال بتقول لأهلها ما تستهلكش مياه كتير، صح، إحنا عندنا المورد نادر، لازم نحافظ على المياه. ده ببقى في منتهى السعادة يعني. والناس حتى كمان يا فندم بتستخدم المياه خطأ، الأبناء الصغيرين بيرضعوهم. بالظبط كده. يعني أنا اتبسطت قوي لما شفت بنت من بناتنا اللي هي كسبت في المسابقة، مسابقة عروسة النيل، عروسة النيل، فقالت أنا يعني لما هي عملت تجربة ليها إن لقت حد
بيستهلك ميه اكتر او بيلقم الابوزات. انا مش فاكر يعني محتوى هي كلماته بطريقه ايجابيه ان هو حرام يرمي ميه في الشارع. الاحساس ده مهم ولازم. هي اي حاجه او اي سنه حلوه بتبتدي بمبادرة بتبقى صح. صغيرة وبتنتشر صح. وإحنا بنحب نقلد فدايما الإيجابيات لازم نركز عليها. يعني هي بنتنا اسمها قمر من العمرانية وده أنا بإذن الله أنا هقابلها وأكرمها وهنحط الجواب بتاعها على صفحة الوزارة صح. فأنا بقول لأولادنا يتابعوا صفحة الوزارة لأن أي حد هيطلع بفكرة جديدة هنتبناها وهنشجعه وبحيث ان هو ينشرها بين زمايله بين اهله بين قرايبه في المنطقه بتاعته او في الشارع بتاعه بحيث الوعي ينتشر ان احنا حياتنا ان احنا نحافظ على المياه اللي ربنا ادهلنا نحافظ على النيل نمنع التعديات. احنا في حملات بقالها فتره الحمله مستمره بحيث ان شاء الله زي ما قلنا ان اي حد بيتعدى على النيل هيندم انه تعدى. فلازم دي ته خمسة تعدي على النيل تعدي على النيل اللي هي ما انا بحافظ اللي هي ماسك ممكن التلوث ما هو التعدي ده تلوث او التنقيه فانا بنقي النيل من التعدي يعني اللي هي التيه الثالثه فانا لان لما بيبقى في منظر بيحجب منظر النيل الجميل عن الناس يبقى ده تعدي او تلوث بصري وبالتالي لازم اشيل التلوث ده ولازم الحاجه كمان اللي احنا بنعملها في النيل علشان نحافظ عليه برضو ما مش اهل مصر يعني حضرتك انت مشيتي قصاد التلفزيون لا عدي الشارع دلوقتي وانزلي هتشوفي ممشى زي الفل. طموحنا باذن الله من اول ابو العلا لحد التلفزيون فعلا حاجه مختلفه احنا باذن الله طموحنا ان احنا نوصل للقناطر وجنوبا لحلوان ده في القاهره اول ما فيش يا فندم خالص ايوه فان شاء الله ونفس النموذج ده هيعمم في كل محافظات مصر بحيث ان احنا باذن الله كل ما يبقى في فرصه مع احد المحافظين او حد من المتطوعين يعني جزء كبير من المشروع دوت مشاركة أهلية يعني كل المحافظات اللي بتطلع على النيل هيبقى فيها ممشى نفس الشكل ده وبعد كده في زي مدرجات على الميول بتاعة النيل بحيث ان انا ممكن المدرج ده بالنسبة لي كرسي هقعد ابص على النيل واستمتع بيه واشم هوا زي اللي معاه الاف الجنيهات وبيخش يستمتع. يبقى النيل مش هيبقى حكرة على الاغنياء لا ده من حق كل اهل مصر ان هم يستمتعوا بالنيل وده هدف اساسي لي. اسمح لي يا فندم باسم كل المصريين اقول لك شكرا ان يعني الواحد قدر يبص على النيل بقى بطريقة يعني كان جميلة بس هي مهم جدا طبعا زي ما بقول ان احنا عشان ننجح لازم كلنا نتكاتف صح. المخالفين عددهم قليل يعني احنا ما نقول في 60,000 مخالف ولا 70,000 مخالف عددهم من عدد اهل مصر كلهم يعني لا يتعدى 1 في 1,000 او 1 في المليون بس لو لم يتكاتف كل اهل مصر في مكافحة المخالفين والابلاغ عنهم وحد يرمي مخلفات في النيل ينهاروا يبلغ الشرطة بحيث ان احنا كلنا نتكاتف عشان نمنع صح. اي مخلفات على النيل هتلاقي كلنا نجري. انما لو قلنا وزارة الرياح هتعمل لوحديها او وزارة الداخلية هتعمل لوحديها او المحليات لا مش هينفع لازم ان يبقى عندنا وعي كله لان انا لو انا رميت كمامة في النيل دي بترجع لي بعد كده مية شرب بس بترجع لي في الزراعة فبتعمل لي تلوث فبترجع لي مرض. انا لو حطيتها في مكان ويجي الوحدة المحلية تجمع الكمامة ديت ما استسهلش وارمي في النيل لان في الاخر هتبقى من المشكله يعني. طب خلاص اسمح لي معالي الوزير نقول ته الخمسه هي التكاتف. التكاتف طبعا انا مع حضرتك اللي هي خمس تهات بالظبط نزودها في الاستراتيجيه وتبقى هي التكاتف ان احنا كلنا لازم نشتغل مع بعض يبقى عندنا وعي ان احنا نكافح التلوث ونحافظ على النيل بتاعنا وعلى موردنا المائيه عموما يعني. حبيبي يا نهر النيل عطر صوتي
الشمس حسمي أحمص فرش ومهد وسرج الخيل يا حبيبي 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 يا نهر النيل عطر ثوبي والخلافيل لون عودي ورد خدودي ليلة فرح شبك عن قودي كل ورود أسعى المناديل يا حبيبي. معالي الوزير دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، اسمح لي نتكلم عن الراديو وبرامج الراديو ونبعد شويه عن مشغوليات حضرتك. حضرتك بتسمع الراديو من الصغر، تفتكر بقى البرامج القديمه؟ يلا نتذكر سوا، ايه البرامج اللي كنت بتستمتع بيها عن طريق الراديو؟ والله حاجات كتير، يعني انا كنت متعود من صغري مثلا ان انا كنت بصحى الساعه 6. أيوة. انا بابا الله يرحمه كان مدرس، الله يرحمه، فكان بيخرج بدري، فكنت بصحى الساعة 6 افتح على قرآن الساعة 6 من 6 ل 6 ونص، وبعد كده الحديث، وبعد كده الأخبار الخفيفة الجميلة اللي بتطلع، وبعد كده النشرة بتاعت اللي بتقعد 10 دقائق بتاعت 7، وبعديها اللي هو بتاع البرنامج بتاع المرور ده بالسلامة، طريق السلامة كان بصوت آيات الحمصاني. أيوة. الله يرحمها، وكلمتين وبس بتاعت فؤاد المهندس الله يرحمه. وبعد كده أخبار خفيفة، وفي قبليها اللي هي بتاع البرنامج اللي بيجي 8:30 بتاع الشكاوى. أيوة همسة عتاب. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرح. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير، صاحبتك السلامة. همسة عتاب. كلمتين وبس. سيدة فندي عنده نص طرش في ودنه الشمال، يعني لو نام على جنبه اليمين اللي بيسمع منه وحد ندى عليه ما يسمعش. في يوم سيد افندي كان نايم على جنبه الشمال اللي فيه الودن الموجوعة، سمع بودنه السليمة صوت غريب. في الاول ما عرفش يكتشف ده ايه، تك تك تك، مش صوت ساعة انما صوت اقرب للعياط. قام السرير وقال مين اللي عمال يسقط دموع ده؟ دخل أوضة الولاد مفيش فيها حد بيعيط، دخل أوضة الجلوس نفس الشيء، أوضة الأكل نفس الشيء. قال ما فاضلش بقى غير المطبخ والحمام. دخل المطبخ لقى حنفية المطبخ هي اللي بتعيط، نقطة ورا نقطة ورا نقطة. قال جايز الحنفية مش مقفولة كويس، حاول يقفلها، بص لقى المية خرجت منها كأنه شلال. المهم حاول يصلح الحنفية معرفش، بدل ما كانت بتسح بقت عاملة زي الشلال. قال لمراته ايه حكاية حنفية المطبخ؟ قالت له الحنفية بايظة. قال لها من امتى؟ قالت له من كام يوم. قال لها الله، طب ما صلحتهاش ليه؟ قالت له الراجل اللي بيصلح الحنفيات ما فاتش بقاله كام يوم. قعد سيد افندي يفكر في الفائض اللي في حياتنا، في آلاف البيوت اللي فيها حنفية خسرانة ومحدش مهتم باستهلاك المية. العالم كله بيواجه نقص في المية بس بنسب مختلفة. احنا جزء من العالم وعندنا المشاكل اللي عنده، ومفروض استهلاكنا في المية يبقى من غير خسارة كل المية اللي بتسح من حنفيات بايظة.
مش كده ولا ايه؟ قبل فضيلة بقى اللي احنا كنا كلنا بنتعلم منها. حبيت كنت بتسمع الحواديت بتاعتها؟ طبعا طبعا، او كانت مؤثرة معايا جامد. في دلوقتي برنامج للأطفال اللي هو مخلاويس لذيذ، عروسة النيل. عروسة النيل دي بقى بتاعت الموارد المائية يا فندم. القاهرة تقدم عروسة النيل. عروسة النيل يكتبها محمد هاشم وعلاء عبد القادر. عروسة النيل تمثيل صفيناز محمد، داليا شعيب، منى أحمد، سوزان إبراهيم و سارة هشام. وأنا عروسة النيل خلاويص منى بطاح. خلاويص ونقطة المية مايا هي النجمة علا رامي. عروسة النيل إخراج نانيس أبو زيد. خلاويص لسه، خلاويص لسه، خلاويص لسه، خلاويص لسه. دي عروسة النيل خلاويص جاية ومعاها حكايات عن نهر النيل. يا ولاد نقطة المية زعلانة علشان بنضيع كده فيها، وبكل سهولة نرميها، لازم نصلحها ونراضيها، خد بالك منها تلاقيها. خلاويص خلاويص لسه، خلاويص خلاويص لسه. أصدقائي حبايب النيل، فخر مصر ومستقبلها، وحشتوني قوي. ايه نسيتوني؟ انا خلاويص عروسة النيل، انا رجعت لكم وجاية لكم بالاحباب صافي وداليا واصدقاء تانية كتير، علشان نحكي لكم حكايات عن النيل واللي بيجرى ليه، وكمان اللي بيحافظ عليه. والكل رواية جايزة بتقدمها لكم وزارة الموارد المائية والري، واللي كل همها حماية النيل ونقطة المية. تفوت ايام تموت أحلام، تعدي شهور تدور الأرض والدنيا وهو يدور، ولسه بيجري ويعافر، ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير. وبعد كده في بقى الأستاذ فاروق شوشة بقى، ده برضو لغتنا الجميلة. أنا كنت بعرف الساعة 11 جت لما المزيكا بتاعت لغتنا الجميلة. ففي لا في برامج يا فندم، كل ده برامج البرنامج العام. ده أنا بشكرك. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نختتم لقاءاتنا مع شاعر سوريا الكبير بدو الجبل بالمقاطع التي تبقت من قصيدته البديعة البلبل الغريب، وهي القصيدة التي بدأناها في حلقة الأمس، ويتحدث فيها عن قسوة الغربة التي عاناها بعيدا عن الوطن،
وفرحته بطفولة حفيده الذي حول حياته القاسية إلى بهجة ونعيم. يقول بدوي الجبل: ويا ربي، من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، ورد الأذى عن كل شعب وإن يكن كفورا، وأحببه وإن كان مذنبا، وصن ضحكة الأطفال يا ربي، إنها إذا غردت في موحش الرمل أعشبا. ملائك للجنات أنجبن مثلهم، ولا خلدها أستغفر الله أنجبا. ويا ربي، حبب كل طفل فلا يرى وإن لج في الإعنات وجها مقطبا، وهيئ له في كل قلب صبابة، وفي كل لقيا مرحبا ثم مرحبا. ويا ربي، إن القلب ملكك، إن تشأ رددت محيل القلب ريان مخصبا. ويا ربي، في ضيق الزمان وعسره أرى الصبر آفاقا أعز وأرحبا. ولي صاحب أعفيته من مودتي، وما كان مجنون الغرور ليصحبا. غريبان لكني وفيت وما وفى، ونازع حبل الود حتى تقضبا. ويا ربي، هذه مهجتي وجراحها، سيبقين إلا عنك سرا محجبا. ويا ربي، إن هانت دموع فأدمعي حرائر، شاءت أن تصان وتحجبا، فما عرفت إلا قبور أحبتي، وإلا لداتي في دجى الموت غيبا. وما لمت في سكب الدموع فلم تكن خلقت دموع العين إلا لتسكبا، ولكن لي في صون دمعي مذهبا، فمن شاء عاناه ومن شاء نكبا. في يعني برامج تانية مثلا كنت بتعلم الانجليزي من إذاعة الشرق الاوسط. أيوة. كنت بتابع البرامج بتاع تعليم اللغه الانجليزيه وتعليم الفرنساوي وإذاعة الشباب طبعا بقى حلو. البرامج بقى اللي هي بتاعه الرياضيه والبرامج الخفيفه اللذيذه ده، كان واحنا بنذاكر مثلا كان فيه الساعه إذاعة القاهره الكبرى كان فيه برنامج كده بتاع نكت وبتاع الساعه 12 الا ربع، كان دايما احب افتحه قبل ما انام علشان اسمع النكت والمواقف الطريفة. وفي كان عندنا زمان ساعة لقلبك وساعة لقلبك وفي اوائل الطلبة كان وكان فيه، وكان زمان برضو كان الراديو كان فيه برامج تعليمية من 5 لـ 6 يوم الجمعة ده. كنت بسمع البرامج التعليمية. أيوة. زودي بقى البرنامج الموسيقي على البرنامج ده. انت حضرتك متابع للراديو فاندم كل شبكاته. يعني وإذاعة أم كلثوم من 5 لـ 6 الأغنية بتاعة أم كلثوم. لا كان في ذكريات جميلة يعني، وما زال لحد الوقت الراديو هو الوسيلة لما بنكون بنتحرك بالعربية أو من مكان لمكان بتبقى الوسيلة السهلة إن هي بتوصل المعلومة بسرعة.
بتبقى خفيفة، ما بتبقاش عبء ان انا لازم اقعد قصاده، انا بعمل اي حاجة. الخيال يا فندم. الخيال، الارتباط بالميكروفون ده حاجة رائعة. انا عرفت ليه يعني المذيعين بتوع الراديو بيصرفوا من جيبهم وبيستمتعوا بالوقوف امام الميكروفون. دي فعلا انا حاجة، الميكروفون ده حاجة جميلة يعني. معالي الوزير، حضرتك يا فندم كنت بتسمع راديو وانت بتذاكر قديما؟ ما اسمعوش وانا بذاكر. يعني في البريكس او في اوقات اللي هي الاستراحة او الصبح، وانا بقى قبل ما اروح المدرسة او قبل ما اروح الكلية او ركب العربية كنت بسمع الراديو، انما افتحه جنب المذاكرة كان بيبقى صعب ان انا اركز. طب كنت بتسمع حضرتك البرامج الدرامية زي عوفي الاصيل، اسم، الف ليلة وليلة؟ طبعا طبعا. الف ليلة وليلة دي كانت من علامات رمضان يعني. وعوفي الاصيل والنقشبندي. لا، في حاجات، واذاعة القرآن الكريم كمان احنا ما جبناش سيرتها. طبعا القرآن الكريم، الشيخ محمد رفعت من 7 لـ7:30. يعني الصوت اللي هو الجميل، اللي هو الواحد علامة بتسمع في الودن كده، بترن في الودن يعني، عامل زي صوت البلبل الجميل يعني. لا، في حاجات في الراديو. كان في مثلا في اذاعه صوت العرب، من الحاجات اللي انا كنت غاوي نشرات، اسمع نشرات الاخبار. فكان في النشره بتاعت الساعه 1:30 في اذاعه صوت العرب، والنشره بتاعت 2:30 بتاعت البرنامج العام. دي كانت من الحاجات الاساسيه ان انا لما ارجع من المدرسه اسمعها، و8:30. فلا، في حاجات. طب والاغاني يا فندم بقى، ايه الاغاني بقى اللي تحب تسمعها في الراديو ما تشوفهاش في التلفزيون؟ هقول لحضرتك، انا في اغاني مثلا كان في اغنيتين عن الامل، واحده لام كلثوم وواحده لهدى سلطان. كان دايما لما كان بيبقى عندي احباط او حل في امتحان وحش وعايز اخرج من الحاله دي، اسمع الاغنيتين دولت، انسى اللي انا الاحباط واقول لا انا ركز، يبقى عندي امل، عيش بالامل. وكان ربنا بيكرم يعني، فعلا كنت بتفائل لما اسمع الاغنيتين دول. شبابك بالأمل، وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالأمل، وسعد حياتك بالعمل. الدنيا ايه من غير أمل؟ ما يكونش ليه عندك أمل، عيش بالأمل. قدام عينيك ما يغيبش يوم ويروح بعيد، لو كل شيء ضاع من ايديك الا الامل حتعيش سعيد. كل السعادة فيه مش بالجمال والغنى، وحيجي يوم تلاقي والدنيا ايه من غير امل؟ ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. غير بقى فيروز، غير ام كلثوم، غير عبد الحليم حافظ. حضرتك من عشاق فيروز يا فندم؟ طبعا. فيروز اصلها صوت الجبل، شط اسكندريه وبتاع، والواحد لما بيسمع الصوت بيحس ان الامواج بتتنطط قدام. الله يرحمه استاذ فاروق شوشه كان بيحب فيروز جدا، وكان بيقول دايما بحب اسمع فيروز في الليل. ايوه بالظبط. هي يعني الواحد لما بيكون مثلا في مكان هادي خالص وما فيهوش ضوضاء ويفتح الراديو على فيروز بيبقى في دنيا تانية يعني. تحسي بقى كده يعني الخيال يسرح بقى وبتاع، مع الصوت القوي الجميل. لا، في حاجات ذكريات. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية، شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى،
الغريب البحر ورياح والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني المية شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى وما زلنا طبعا بنستمتع بالراديو وربنا يخليكوا لينا والراديو ربنا يخليك وابناء حضرتك معالي الوزير بيحبوا الراديو ولا التلفزيون على حسب بقى دلوقتي الادوات هم حظهم اوحش مننا لان الادوات قدامهم كتير يعني فيه الموبايل وفيه التابلت وفيه اللابتوب وفيه الانترنت والميديا والقنوات الفضائية واليوتيوب والقنوات الفضائيه فعندهم زي ما تقولي نويز او ضوضاء كتيره حواليهم فالاختيار بيبقى صعب انما في بيحبوا يسمعوا راديو يعني انا ابني الصغير بيحب كان متابع عروسة النيل جامد يعني طب كويس الحمد لله كانت 6 الا 3 يوم الجمعه دي كان بيقعد الحمد لله يتابعها واثرت فيه اثرت فيه وده دليل نجاح يعني ده دليل نجاح ان هي هي اثرت في ابناء كتير فعلا وياريت نكمل فيها ان شاء الله باذن هنكمل الله يا فندم ان شاء الله. معالي الوزير الدكتور محمد عبد العاطي وزير موارد المائيه والري اسمح لي في نهايه هذا اللقاء اهديك اغنيه او سيادتك تهديها للساده المستمعين اغنيه من اختيار حضرتك برضو احب اقول اغنيه الامل يعني يا ام كلثوم ممكن بحيث ندي للناس امل دايما يبقى عندنا تفاؤل يبقى عندنا ثقه بنفسنا يبقى واثقين ان احنا عندنا تحديات كتيره بس احنا قادرين نحاول التحديات ديت ان شاء الله لفرص ان شاء الله يا فندم أنا بشكر سعادتك يا معالي الوزير ودايما من نجاح لنجاح ودايما وزارة الموارد المائية والري بتدينا الأمل في بكرة إن شاء الله يكون إن شاء أحسن الله. بإذن الله. فندم. إن شاء شكرا الله. يا فندم شكرا كنتم مع الراديو صديقي.